تلبية لدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين، اجتمع قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة جنوب شرق آسيا آسيان في مدينة الرياض في قمة ترأسها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي. ناقشت التحديات والفرص والتطلعات من أجل رفاه الشعوب والدول. قمة هي الأولى لتكتلين اقتصاديين مهمين، ناقشت التحديات والفرص والتطلعات من أجل رفاه الشعوب والدول. هنا في الرياض احتضنت المملكة العربية السعودية القمة الخليجية مع رابطة دول جنوب شرق آسيا الآسيان بمخرجات إيجابية. ما استمعنا إليه اليوم من كلمات أصحاب الجلالة والسمو والفخامة وأيضا البيانين الختاميين اللذين صدرا ويتعلق بالشراكة ما بين المنظومتين وكذلك ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، هذا يؤكد صواب ومصداقية ورؤية القادة الخليجيين. أعتقد أنه انعكاس هذه القمة على الاقتصاد للمنظومة الخليجية وكذلك منظومة آسيا سيكون له دور كبير وبارز. يكفي أنه هذه المنظومة جميعا تستثمر باقتصاد يصل إلى 8 تريليون دولار، وهذه كلها روابط وكلها مرتكزات تجعل هذه التوأمة بين هاتين المنظومتين تشكل نموذجا يحتذى على مستوى العالم. هذه الدول كثير منها منتجة لبعض المواد الغذائية وغيرها التي نحتاجها في دول مجلس التعاون، كذلك هي تحتاج منا إلى الإمدادات النفطية والغاز وما شابه ذلك، وربما إن شاء الله منتجاتنا القادمة تصل إليها. سمو ولي العهد محمد بن سلمان أشار في كلمته أيضا إلى موضوع التجارة أو حجم 7% من التجارة الدولية يمر عن طريق دول آسيان ودول مجلس التعاون، بين دول يعني بين رابطة آسيان ودول مجلس التعاون. إذا نحن نتكلم عن منظومة اقتصادية مهمة لدولنا في ظل ما تنشده دولنا من التنمية المستدامة والرغبة بتطوير المنطقة وأن القفز بدولنا بدول مجلس التعاون. يعني هذا المؤتمر مؤتمر تاريخي، قمة تاريخية حقيقة، جمعت تكتلين اقتصاديين ضخمين يحققوا نسب نمو عالية كحالة استثنائية على المستوى الاقتصاد العالمي حقيقة، فبالتالي هناك فرص تكاملية بين تلك الاقتصاديات، فبالتالي هناك اهتمام صحيح. دول مجلس التعاون الخليجي تتجه نحو الشرق وتنوع علاقاتها الجيوسياسية والجيوالاقتصادية، ولكن بنفس الوقت أيضا الشرق يأتي، آسيان تأتي إلى مجلس التعاون الخليج وتأتي إلى المملكة العربية السعودية. الجوانب الاقتصادية التي طرحها سمو ولي العهد السعودي أوضحت بعض الحقائق، أبرزها أن صادرات دول الخليج إلى دول الآسيان تشكل 9% من مجمل صادراتها، كما أن الناتج المحلي الإجمالي لدول التكتلين مجتمعة يقارب 8 تريليون دولار أمريكي. قمة خليجية مع رابطة دول جنوب شرق آسيا الآسيان بنتائج استثنائية وركزت على الشأن الاقتصادي. فيصل حسين لمركز الأخبار من العاصمة السعودية الرياض.